النادي الاهلي، لانه احنا اتكلمنا كتير في هذا الامر، ولكن صحيح. الحقيقه بشكل رسمي اصبح الان بعثه النادي الاهلي تشكر الاشقاء في المملكه على الحفاوه والمسانده وتشيد بالروح الرياضيه بين الجماهير المصريه والسعوديه. هقرا جزء بس من هذا الامر. أكيد. عبرت بعثه النادي الاهلي المشاركه في كاس العالم للانديه التي تجرى فعالياتها بالمملكه العربيه السعوديه عن خالص شكرها للاشقاء بالمملكه لما لاقته من حفاوة في الاستقبال وكرم الضيافة ودعم لا محدود لفريق الأهلي الذي يلعب في بلده الثاني، والتي أسعدت كل العرب بالتنظيم الرائع لمونديال الأندية، وأشادت البعثة بالأجواء الطيبة وروح الأخوة التي جرت فيها المباراة الأولى بين النادي الأهلي وشقيقه اتحاد جدة، وكذلك التناغم الذي تواجد في ملعب المباراة بين جماهير ولاعبي الفريقين والأجهزة الفنية والإدارية، بما يعكس العلاقات التاريخية التي تربط ما بين الشعبين الكبيرين المصري والسعودي. وأكدت البعثة على ثقتها الكاملة بأن الجماهير السعودية الشقيقة سوف تساند فريق الأهلي يدا بيد مع الجماهير المصرية التي استحقت شكر وتحية بعثة الأهلي على حضورها المكثف ومساندتها الدائمة والتزامها الثابت بالروح الرياضية وبكل ما يتفق مع شروط السلامة ولوائح الاتحادات القارية والتركيز الكامل على دعم ومؤازرة فريقها لتحقيق الهدف المنشود. طبعا شيء يحترم جدا، وزي ما اتكلمنا كلنا أولا كنا سعداء جدا بالتجربة العظيمة اللي بتقدمها السعودية، تجربة عالمية الحقيقة. مظبوط. وعاملين بروجكت وعاملين مشروع يستحق كل الدراسة والتقدير، وكمان يعني مش غريبة على شعب السعودية وعلى المنظمين ان هم بيطلعوا بافضل تنظيم على مستوى كاس العالم. الحقيقة بنشوف تنظيم اكتر من رائع. امبارح كان معانا المهندس عدلي القيعي، رجع والراجل يعني بيقول للناس هناك الحقيقة استقبلونا بحفاوة كبيرة جدا جدا وابتسامات، وهي دي العلاقة ما بين الشعبين. يعني العلاقة، ودايما كرة القدم والرياضة هي الحقيقة الرابط الاقوى في ربط الشعوب مع بعض. وطبعا اكيد واحنا سامعين في السوشيال ميديا كمان بعض من جماهير الاتحاد السعودي هيساند النادي الاهلي في المباراه اللي جايه. هي دي العروبه وهو ده اللي احنا عايزينه، بعيدا عن المنافسه في ارض الملعب والاجواء اللي كانت قبل المباراه اجواء جميله، وما بعد المباراه كمان كان في مسانده كبيره جدا جدا من جماهير السعوديه بشكل عام للنادي الاهلي. فكل الشكر هنا كمان من الاهلي في المونديال لكل يعني مسؤول في السعودية وعلى التنظيم الرائع، وإن شاء الله تكمل على خير ويكون النادي الأهلي إن شاء الله إسلام طرف في المباراة النهائية إن شاء الله. يا رب إن شاء الله تنظيم أكثر من رائع زي ما حضرتك قلت، وزي ما كل الناس بتشيد الحقيقة، مش إحنا بس ولكن كل الفرق المشاركة في المونديال بتشيد بالأداء أو بالأداء التنظيمي الرائع الحقيقة من المملكة العربية السعودية. الحقيقة أشقائنا إحنا شفنا المباراة اللي فاتت كانت عاملة إزاي، طبعا كان هناك تنافس جوه الملعب وحتى في المدرجات كان التنافس واضح جدا، ولكن في النهاية استطاع النادي الأهلي أن يفوز والجمهور السعودي أن يفوز بروح الجميلة. صح. وبروح الحلوة وبروح الروح الرياضية اللي احنا دايما متعودين عليها سواء من جمهورنا المصري وجمهورنا السعودي. البيان اللي بيتكلم اتكلم على الجمهور المصري وجمهور النادي الأهلي الرائع الحقيقة، وعلى الجمهور السعودي والحفاوة اللي احنا دايما بنقابل بها. شيء مش جديد الحقيقة على المملكة العربية السعودية، ونتمنى لهم يا رب دوام التوفيق والفترة اللي جاية تبقى أفضل وأفضل وفي ازدهار دائم الحقيقة.